اهلا بيكم معايا في حلقه جديده من برنامج حلو حادق، معاكم سيدي فؤاد. احنا مع بعض على الهوا ان شاء الله، وباذن الله النهارده هنعمل وصفه السويس رول وهنحشيها مع بعض شوكولاته سبريد. هقول لكم على المقادير وهي بسيطه جدا. احنا كنا اخر مره قلت لكم فيها عملنا فيها السويس رول ان وصف الوصفه لقيت فيها تكه حلوه قوي، وهو ان احنا نستبدل الزيت بكريمة الحلويات السائلة اللي هي كريمة اللباني، بتدي طراوة برضو حلوة يمكن أحلى من الزيت كمان. وهقول لكم النهاردة تكة جديدة بقى كمان، هي الفرن. الفرن بيفرق معانا جدا. لو احنا دخلنا السويس رول على درجة 180 بتطلع ناشفة شوية، معنا ممكن تشقق، لكن لو دخلناها على درجة 200 ل 220 مدة أقصر بيطلع معانا قطرة كتير جدا في اللف. فدي تكة جت معايا بالصدفة البحتة بصراحة، يعني وانا بعمل النهاردة سويس رول لازم يبقى طازة عشان ايه يلف معايا احسن. عملت كنت عايزة اجرب فكرة كده فيه، فكنت حاطة سبرينكلز من تحت كتيرة، وحطيت السبرينكلز وحطيت عليها العجينة ودخلتها الفرن على اساس ان ايه ان انا عايزة لما اجي الفها يبان السبرينكلز اللي هي قلوب بقى وحركات تبان معايا وانا بلفها. فجيت بقى قبل ما اجي على طول بما فيش يعني، فببص كده لقيت السبرينكلز كلها واقعه وعامله لي اخرام جوه عجينه السويس رو. فقلت لا مش هينفع انزل كده خالص، طب اعمل ايه؟ طب بسرعه بقى واحده تانية. فبسرعه في 3 دقايق عملت واحده تانية، دخلتها الفرن على درجه اعلى علشان الحق ان انا ايه تستوي واخدها معايا، تلحق تبرد شويه وانزل بسرعه. بس فعملت الموضوع ده لقيتها قطره كتير جدا واحلى كتير، واكتشفت بقى وافتكرت لما كنت بعملها في المدرسه كانت ليه قطره، لان انا في المدرسه مع الطلبه كنت فعلا عشان ننجز في الوقت ونلحق كنت بدخلها درجه اعلى، فاكتشفت ان الدرجه الاعلى احسن كتير جدا عن 180 علشان السويس رول يطلع طري من جوه ويلف معانا حلو. هنروح دلوقتي الفاصل ونرجع ان شاء الله نكمل مع بعض الوصفه بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بيكم معايا من الفاصل. هنعمل دلوقتي السويس رول اللي احنا اتفقنا عليه. هقول لكم على المقادير عشان نبتدي ان احنا نضرب البيض. معانا 4 بيض بدرجه حراره الغرفه، 4 بيضات بدرجه حراره الغرفه. معانا 100 جرام سكر بودره، وينفع سكر اللي هو الناعم مش الخشن، ينفع مفيش مشكله. هيبقى لو سكر بودره هيبقى معانا 2/3 كوباية، لكن لو سكر عادي ناعم هيبقى 1/2 كوباية. هيبقى معانا كمان 100 ملي او 1/2 كوباية من كريمة الحلويات السائلة اللي هي كريمة اللباني، ومعانا 100 جرام دقيق يعني 3/4 كوباية، كله 100 جرام. ومعانا فانيليا او بشر برتقانة واللي انتوا حابينه، اي منكهات او قرفة، ومعلقه صغيره بيكنج باودر، دي مش اساسيه بس ممكن تحطوها، ورشه ملح. للحشوه معانا بقى كريمه شوكولاته سبريد من دريم. هنبتدي نضرب اول حاجه البيض. مع سكر البودره بحط معاهم رشه الملح وبفضل اسيبه يتضرب لغايه ما يبقى قوام الفومي معايا. انا مجهزه بقى نسخه هنحشيها مع بعض لغايه ما ده يتضرب، عشان ده بيحتاج حوالي 3-4 دقايق على سرعه عاليه. الوصفه ما بتاخدش وقت خالص خالص، يعني فعلا الوصفه فعلا خلصتها في كام دقيقه. دخلتها كنت سخنت الفرن، دخلتها الفرن مفيش على درجه 200 كنت حطها 10 دقايق خرجتها بالظبط في ربع ساعة كانت الوصفة خرجت خلاص على الترابيزة. غطيتها، مهم نغطي عشان ايه؟ علشان نحتفظ بالحرارة. هتلاقوا الدخان طالع كده منها، نغطي علشان نحتفظ بالحرارة بتاعتها، فايه تخلي الرطوبة، فلما نيجي نلف تبقى حلوة معانا ان شاء الله. هي دي شكلها كده اهو، دي اللي عملتها بالظبط بالظبط، خرجتها من الفرن الساعة 12 و10 دقايق قبل ما اجي هنا الاستوديو. خلاص
طيب عشان نعمل الحشوة انا بس هغطيها لغاية ما نعمل الحشوة. احنا معانا الحشوة زي ما قلنا معانا دريم سبريد. هنعمل ايه؟ انا يعني ممكن ندهنها كده بس علشان برضو الجو برد دلوقتي شوية او ساقعة خصوصا دايما في الاستوديو. بعمل ايه؟ بخلط الحشوة تتخلط احسن بكريمة مخفوقة، هتسهل علي عملية الفرد جدا، بتطري الوصفة جامد. فهنبتدي نعمل ايه؟ هنحط كمية من الشوكولاتة، هي قوامها بيبقى دايما في الشتاء طبعا متماسك شوية، بس هي قوامها حلو قوي للسندوتشات، بتتفرد حلو جدا زي ما احنا شايفين قوامها حلو، لكن علشان ما يعني تتفرد معايا اسهل شوية جوه السويس رول ممكن ان احنا نقلبها في الكريم شانتيه المخفوق فيساعدني على الفرد اكتر. وده برضو كان ممكن نعمله امبارح في الحشوات اللي احنا عملناها للجلاش، الطبقات اللي احنا عملناها. بحط كريمة مخفوقة، كريمة مخفوقة سواء كريمة لباني او كريمة حلويات سائلة مخفوقة او اللي هي بدريم ويب البودرة مع لبن، بنضربه كل كوباية لبن عليها كيسين تقريبا، وممكن في الحالة دي على كل كوباية لبن كيس واحد بس، بنقلب كله مع بعض بحيث انه يبقى كريمي معايا حلو بس متماسك برضو، مش يعني ما زودتش الكريمة قوي لغاية ما يبقى سايل خالص، لا انا عايزاه يبقى كريمة سهلة الفرد، وفي نفس الوقت لما اجي الف السويس رول تبقى متماسكة جواها، ما تبقاش سايلة منها. بس كده الموضوع سهل قوي والوصفة سهلة جدا برضو طبعا زي ما قلت. اهو ده القوام حلو قوي معانا، شايفين عامل ازاي؟ عامل زي الموز كده، جميل قوي. ان شاء الله الاسبوع الجاي هنعمل السحب على الاطفال اللي قدمت اللي عيد ميلادها الشهر ده، ان شاء الله الاسبوع الجاي هنعمل السحب باذن الله على يوم الاثنين تقريبا، يوم الاثنين الجاي. نعلي، هي لسه ما اتخفقتش معانا فلازم نعلي. طيب هبتدي بقى احشي. طبعا احنا نعتبر بقى احنا دخلنا الفرن وطلعنا وايه، وهنبتدي بقى نحشي. طلعها كده، حط حشوة دريم سبريد بالكريمة المخفوقة علشان تدينا القوام الحلو السهل للفرد. ده برضو لو اتبقى معاكم بقى تقدروا تحطوه في كيس حلواني وسهل جدا تزينوا بيه من بره. النهارده بقى هجاوب على شويه اسئله بقى جولي، طبعا جالي اسئله كتير زي ما قلت، بس دايما ما شاء الله الحلقه بتبقى دايما غنيه كده معايا ومليانه تليفونات ووصفات، فقلت المره دي بقى هقلل، هعمل وصفه واحده عشان اعرف اجاوب على اسئله معاكم ان شاء الله اللي جات لي قبل كده. بس خلاص مش بنحاول ان احنا نملى زياده قوي علشان ايه ما نلاقيهاش برده خرجت من الطرف من ناحيه تانية، يعني اي زياده نقدر ان احنا ايه نروح شايلينها ببساطه. شايفين قوام الكريمه حلوه ازاي؟ حلوه جدا. اي زياده بروح شايلاه بالطريقه دي بس كده، باكد ان كله يكون مفرود معايا بشكل سوي علشان ايه ما تبقاش رفيعه من حته او سميكه من حته.
نشوف كده الاخبار هنا اهي ابتدت انها تتماسك معايا. هوريكم القوام عشان نبقى شايفين برضو، شايفين اهو عامله ازاي، ابتدت تبقى عامله زي المايونيز كده شويه، بس لسه برضو محتاجين ان احنا نضربها اكتر. وزي ما قلت ممكن سكر عادي بس ما يكونش خشن، ينفع ان احنا نضربها برضو بالسكر العادي. طيب هنبتدي بقى ان احنا نلف. معانا شيماء. الو، اهلا يا شيماء، ازيك؟ ازيك يا مدام سالي، عامله ايه؟ الحمد لله، انتي عامله ايه؟ تمام الحمد لله. اهلا بيكي، اتفضلي. الحمد لله كويسه، انا بحب اكلتك قوي. يا حبيبتي تسلمي لي، شرف ليا، اتفضلي. الله يخليكي يا حبيبتي. لا انا كنت بسلم على حضرتك. اهلا بيكي، نورتيلي الحلقه، شكرا. خلاص انا لفتها كده، يفضل بقى ان احنا نحطها في الثلاجه علشان تتماسك شويه قبل ما نقطعها، يعني يفضل دايما ان احنا نروح واخدينها كده. باخدها بورقه الزبده نفسها بالطريقه دي اهي، واخدها واحطها شويه في الثلاجه قبل ما نقطعها علشان تبقى متماسكه معايا اكتر. طيب نكمل بقى اللي معانا. خلاص كده اخدت القوام الحلو، شفتوا احنا ضربناها قد ايه. هنبتدي بقى ان احنا نخلط بقيه المكونات فيها، بس بشويش بقى جدا عشان ايه ما نطيرش الهواء منها. نشيل كده، هنحط الكريمه اللباني، كريمه الحلويات السائله اللي من الثلاجات اللي هي الطازه، عشان بتسال كتير قوي في بلاد كتير ما بيبقوش عارفين يعني ايه كريمه لباني او يعني ايه كريمه حلويات. كريمه الحلويات السائله اللي بتتخفق تبقى كريمه معانا. نحط دقيق عليه معلقه البيكنج باودر ونقلبه عشان يبقى مختلط كويس معانا. وما ننساش نحط الفانيليا، مهمه جدا عشان ده مليان بيض، فمهم جدا ان احنا نحط فانيليا اهو. كله كده، وبعدين بقلب بشويش جدا من تحت لفوق عشان ما نطيرش الهواء، لان الهواء ده مهم قوي معانا بالطريقه دي، اسمه فولدنج، من تحت لفوق. ونركز عشان دايما بنلاقي الدقيق والسوائل بتتركز تحت، فاحنا عايزين ايه نبقى ضامنين ان كله اتقلب معانا صح، علشان ما نجيش ننزل على الصينيه بورقه الزبده والاقي كلاكيع او حتت من الدقيق لسه ما زالت موجوده تحت. شايفين بقلب بشويش جدا. الفرن بقى انا عاملاه على 200 تقريبا، علشان زي ما اتفقنا في اول الحلقه انا اكتشفت ان الحراره العاليه بتخلي السويس رول بيديله طراوه، بسرعه بيستوي فبيخليه لسه من جوه طري. بنطلع بنغطي على طول بقدر الف ويبقى طري معانا زي ما احنا شفنا. لما بخليه بقى لما ادخله الفرن على 180 بينشفهولي. فشوف كل الواحد كل ما مع ان انا اشوفه يعني فعلا لما خرج السويس رول اللي هو بالسبرينكلز اللي عملته النهارده الصبح، وبصت قد ايه زعلت، قلت يا ربي ده كان هيبقى شكله حلو جدا، زعلت جدا. لكن قلت انا دي خير اكيد، انا عارفه ان في وراها خير، دايما الحاجه اللي تبوظ مني ببقى عارفه ان في ايه حاجه هتعلمها جديده. ففعلا لما عملت بقى الوصفه بعدها بسرعه ما كانش عندي الوقت، وجريت عشان الحق اعملها عشان اجيبها معايا اللي انا لفيتها معاكم، اتعلمت افتكرت من دي الوقت ان انا كنت بعملها كده في المدرسه، وفعلا كانت دايما تظبط معايا، حين ان اللي كانت بالسبرينكلز ببص على اطرافها لقيتها كانت فعلا ناشفه
وكانت بتتكسر وانا بطلعها كده عشان اشوف السبرينكلز لسه لازقه فيها ولا لا، كانت بتتكسر معايا شويه مع اني كنت مغطياها. فالفرن ليه عامل كبير جدا، كل يوم بنتعلم حاجه جديده سبحان الله فعلا. بس بفردها بقى على ورقه الزبده بالشكل اللي هو لما يخش عليه الفرن مش هيتغير، يعني شكله مش هيتغير معانا، فاحنا نفرده صح من الاول علشان ايه يطلع مظبوط معايا، ما يبقاش من ناحيه سميك ومن ناحيه رفيع. فنأكد على النقطه دي برضو، لما بفرد كده برجع تاني ان انا أأكد ان كله بسوى واحد كده. طيب سألت برضو، احنا كنا عملنا قبل كده السويس رول اللي عليه اشكال الوان مرسومة برسومات الورد والزرع والحاجات دي والكتابات والكلام ده، ده ازاي؟ بناخد شوية من عجينة السويس رول النية دي على جنب وبلون كام بولة كده بلونهم، وببتدي ان انا على ورقة الزبدة ارسم الرسومات اللي انا عايزاها بالعجينة المتلونة، بدخلها الفريزر تمسك، بطلع وبعدين اروح منزله بقيه العجينه كده فوقيها، بدخل الفرن، لما بتطلع واجي الف هيمسك معايا الشكل اللي هو الرسومات اللي احنا عملناها. خلاص باخد اهو الصينيه زي ما اتفقنا على الفرن درجه 200 ل 220، انا بس هنا عشان فوق وتحت فهعمله على 200، لكن في البيت في لو عندكم الغاز اعملوه على 220، ويا دوبك من 8 ل 10 دقايق بس وبعدين يطلع، ما بياخدش وقت. نركز مع بعض عشان دي انا عايزه الفها معاكم ان شاء الله. بس كده احنا كده خلصنا السويس رول. الحق ان انا اجاوب على سؤال ولا ايه الظروف معاكم؟ ايه مش سامعاك؟ شوفوا عايز اعمل لي ايه. ورقة الأسئلة لقيته كاتب لي اسمي على كل هنا وهنا وهنا. قعد يرسم لي جميل عز اهو، كاتب لي اسمي هنا وهنا. والله بتعمل لي بهجة يا عز بجد. طيب خلينا نجاوب على سؤال. أنا جالي سؤال من سارة بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لو سمحتي أنا عايزة أعمل شرايح الخبز بس سمعت إن الترمس والحمص بيثبت الوزن، عايزاكي تفيديني أفادك الله. بصي مبدئيا إن الحمص أو الترمس بيثبت الوزن دي ما سمعتهاش خالص، بالعكس الترمس والحمص من الحاجات اللي ما بترفعش سكر الدم، بتساعد على الشبع، ولو كلناها باعتدال تساعد جدا على إن الواحد يخس، وانا حطاها عشان كده حطاها في شرايح الخبز. فلا بالعكس خالص، اعملي الوصفه عادي بس تلتزمي انك تاكلي ايه شريحه او اتنين او تلاته على الصبح. حاضر خلاص. فايه دي مهمه، الحاجه بس اللي انا عايزه اقولها مهمه جدا ودي جربتها النهارده، جبت من عند العطار ترمس مطحون، ترمس مطحون دقيق، يا ساتر يا رب على المراره الفظيعه. العجينه طبعا عملناها وايه، وبعدين بدخل الفرن وبعدين بطلع من الفرن طعمها مر مرارة مش طبيعية. طبعا العجينة هعمل فيها ايه، احطها على وشي. هعملها ماسك لان هي فيها ما شاء الله الخميرة وفيها الترمس المفروض حلو للوش وفيها حاجات مفيدة جدا ان شاء الله ينفع ماسك للوش، بس مش هينفع انه يتاكل ابدا كشرايح خبز. فنصيحة اوعوا تاخدوا الترمس المر ولا دي الترمس ابدا في الوصف. هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع بعض ان شاء الله بعد الفاصل. اهلا بيكم معايا من الفاصل، تعالوا نشوف بقى اللي في الفرن اخباره ايه. اهو شايفين بقى عامل ازاي لونه، ابتدى ياخد اللون الذهبي وانا شايفه انه خلاص كده جاهز معانا. بس في حاجه وحيده انا هعملها أخيرة، هتأكد كده هشوف هلمسه من فوق، اه هو كده خلاص استوى، هطلع. موضوع سريع جدا لأنه طبقة رفيعة، هو مش حاجة كبيرة،
هو طبقه رفيعه، هدخل ايدي في الفرن نغطي بقى على طول، نروح ايه شايفين لونه كده؟ صح، هغطي. لو الدخان طالع بقى كده شو هيطلع، هيطلع ان شاء الله. طيب نحط بقى دي اللي احنا جهزناها مع بعض اهي، بالشكل ده، طريه جدا جدا. اوقات بيحصل قطع، ده عادي يعني بتحصل، مش معنى انها مش طريه، بالعكس انتوا شايفين اهي، يعني بصوا يعني طريه جدا، فهي يعني حلوه قوي. ان شاء الله انتوا لما تجربوا هتعرفوا قصدي. طيب هنعمل ايه بقى لغايه ما دي بس تهدى عشان اعرف احشيها؟ هنبتدي ان احنا نزينها بشكل ظريف، نقدر بقى ان احنا نحط عليها مثلا، انا رأيي بصراحة كنت عايزة احط عليها صوص شوكولاتة، هنمشي بقى كده واحدة بس هنا كمان. شوفوا شكلها جميل ازاي. هنبتدي بقى ان احنا نحط عليها كريمة مثلا من فوق. نجرب بس الكريمة على جنب هنا الاول. تلاقيني بحط على كل حاجة كريمة، بموت في شكل الكريمة، بصوا شكلها بيبقى فني جدا. تدي كده احساس، بتبدل شكل الحاجة فعلا. طبعا هنكسر الشكل برضو، هنحط عليه فراولة بقى. خلينا نفكر بقى اللي جاية نزينها شكل ايه. محتاجة بس تطول حتة. كلهم قد بعض. طيب نحط بقى الفراولة. الفراولة ممكن نقطعها. ونشوف ممكن نحطها ازاي. انا رأيي ان احنا نحطها واحده كده، واحد يعني يبقوا بميل. الطريقه دي. معانا روان. الو، ازيك يا روان؟ ازي حضرتك؟ شيء اهلا بيكي، اتفضلي. اهلا بحضرتك. مدام وحام. يا رب التليفون قطع، معلش حاولي تكلمينا تاني. انا في سؤال برضو جالي دلوقتي، او كان عندي يعني السؤال ده من مش عارفة الاسم مش واضح، بس حاجة عصام بتقول عندي بطن مترهلة بعد ولادة القيصري، اعمل ايه عشان تروح؟ والدة بقالي 11 شهر، طولي 161 ووزني 57. مبدئيا وزنك حلو جدا بالنسبة لطولك، واضح ان الترهلات دي مش دهون، دي ممكن تكون ترهلات في الجلد، وده لو هي جلد صعب انها ترجع، لكن لو هي دهون فهي مع طبعا النظام الغذائي الصح ومع المشي السريع مع الرياضة بترجع تاني، لكن لو هي في الجلد نفسه يبقى صعب، لان الجلد ما بيرجعش تاني لما بيتمط. وفي انواع مختلفه من الجسم، يعني في اجسام مثلا لو الجلد اتمط فيه بيرجع تاني، في لا، في ناس الجلد بتاعها لو اتمط ما بيرجعش تاني، فدي حسب طبيعه الجسم.
بس كده، ده شكل. ممكن بقى نحط الفراولة مثلا في الأطراف، نحطها بالطريقة دي. معانا شريف. ألو، أهلا يا شريف، إزيك؟ الحمد لله. اتفضل. لا كنت عايزة أسألك، يعني هو الكريمة اللي أنت حطاها على الكيكة دي اللي هي دي، لا في حاجة في التليفونات النهاردة، أنا حاسة من بدري. طيب بخصوص الكريمة، أنا يعني هقول لك الكريمة دي عبارة عن إيه. دي بتبقى كريمة بودرة، اللي هي البودرة اللي مشتريها في أكياس، وبنخفقها مع لبن على كل، عشان تبقى متماسكة كده معانا، على كل كوباية لبن بنحط عليها 2 باكو من الكريمة البودرة، أو بنجيب الكريمة اللباني الطازة أو كريمة الحلويات اللي من التلاجات، خلاص. وبنضربها برضو، ممكن نحط عليها برضو على الكوباية بقى أو الكوبايتين كيس بس من البودرة، لو إحنا من بودرة الكريم شانتيه، لو إحنا خايفين إنها تخرز مننا. بس كده، ده بالنسبة للكريمة دي. معانا بسملة. ألو، إزيك يا بسملة؟ الحمد لله. اهلا بيك يا حبيبتي، اتفضلي. انا بحبك جدا جدا جدا. يا حبيبتي انا كمان جدا، اهلا بيكي. قولي لي، بعد اذن حضرتك انا عايزه اعرف طريقه عمل موس الفراوله. موس الفراوله، طيب حاضر. طيب موس الفراوله، انت بتجيبي عصير الفراوله او الفراوله الطازه، خلاص، وبتصفيها، وبعد كده بتعملي لها بقى شويه من الجيلاتين. بتجيبي جيلاتين البودره على حسب الكميه، على كل كوبايه سائل بتحط معلقه صغيره من الجيلاتين، معلقه صغيره من بودره الجيلاتين، بتحطيها في شويه ميه فاترين، وبعدين بتسيحيها على النار، وبعدين بتخلطيهم في العصير بتاع الفراوله اللي متصفي، وبعدين بتحطي عليها، تخلطي معاه كوبايه من الكريمه المخفوقه اللي هي كريمه اللباني المخفوقه، عشان تديكي قوام الموس الحلو، بتحطيها في كوبايات في التلاجة، تبقى موس معاكي حلو جدا. طيب دي كده اول شكل. هنعمل بقى الشكل التاني مع بعض. احنا عندنا اهو كل اللي انا هعمله في الفاصل، شايفين جميله ازاي، عامله ازاي، حلوه جدا. كل اللي انا هعمله في الفاصل ان انا هحشيها بال سواء بقى الكريمه اللي احنا لسه دهنين بيها، سواء كريمه السبريد الشوكولاته اللي بالبندق، او عايزين تحطوا جواها كريمه لباني، بس تكون متماسكه قوي عشان ايه ما تبقاش سايحه خالص، فدي مهمه جدا. انا هحشي دلوقتي لغايه ما ترجعوا لي عشان نقدر نزينها بعد ما نرجع من الفاصل. اشوفكم بعد الفاصل. اهلا بيكم معايا من الفاصل. وانا دي برضو حشيتها بقى المره دي بقى بالكريم سبريد على طول، بصراحه ما كانش في وقت لسه اقعد فايه، بس هي محتاجه يعني سحبه معينه جدا بالكريمه من جوه علشان ايه ما تسحبش معاكوا القلب كله يعني، هي فتعملوهاش احسن الا لو متمكنين فيها، ليها سحبه معينه، لان القلب بتاع اللي هو من جوه ده طري جدا، فاي كريمه تقيله هتروح سحبه معاكوا على طول الوش بتاعها، فلازم تخلوا بالكوا قوي وانتوا بتحشوا، فعشان يعني ما يحصلكوش اي حاجه اعملوها زي بالطريقه اللي انا وريتها لكم احسن. طيب السؤال بقى هنا، نزينها ازاي؟ هو ده بقى المهم. ما لحقتش افكر. ايه رايكم؟ احنا قبل كده عملناها مره سحبنا كده بالطول، ومره عملناه لفينا كده. طب ايه رايكم؟ هي لسه دافيه، انا خايفه برضو تسيح الكريمه. حد يقول ايه بالطول تاني؟ ما انا عملتها قبل كده. افدتني. لا لا لا، انا عندي فكره، انا عايزه اعمل عليها ورود بقى، انا عايزه اعمل عليها ورود. نشوف كده ان شاء الله تستحمل. ما عملتش عليها ورود قبل كده. اهي
انا سامعاكم بتضحكوا جوه ليه بقى؟ ها انا عايزه اسمع بتقولوا ايه. اه صح والله، بس هي جذع الشجره دي، انا بس الطرف بقى هعمله كده. بيتعمل كتير قوي، فانا ما حبيتش ان انا يعني اعمله علشان هي حاجه بتتعمل كتير جدا، فانا يعني بحب اغير. طيب السؤال بقى اللي بعدها، نعملها بيضه ولا نعملها الصف اللي بعده هنا نعمله ابيض ولا كله يبقى بني؟ ابيض. ماشي يا محمود. محمود طبعا انتوا عارفينه مصور عظيم، فنان فنان، بس عارف لو طلعت مش حلوه. بسم الله الرحمن الرحيم، ان شاء الله تطلع حلو. عارفين بقى انا المفروض اعمل ايه؟ المفروض ان انا اعمل من تحت احسن، بس انا حاسه مش هتطلع حلوه يا محمود على فكره. مش هتطلع حلوه صح؟ نشيلها. يلا نشيلها احسن. نلحق. تعالي هنا كده، ايوه. هي دي كده اتشالت حلو. طيب نحط بقى بالشوكولاته، بس ايه انا عايزه، لا خليني، هي هتاخد واحده. هعملها واحده. واحدة كبيرة دي طبعا، احنا بفكركم بس ان دي الكريمة اللي احنا عملناها بالشوكولاتة سبريد والكريمة المخفوقة، ينفع طبعا جدا انها تتعمل بكريم شانتي شوكولاتة اصلا، فيعني دي انتوا ايه في ايديكم، العبوا فيها براحتكم خلاص. وعارفين احلى بتهيألي لو انا ما قفلتش الفتحات دي، يعني ممكن اروح حاطه فيها جواها، بس انا حاساها كده احلى. كمل بقى الناحيه دي. شريف طبعا مخرجنا العظيم دمه زي العسل، عمال يضحكهم جوه، وانا برضو مش سامعه انتوا بتقول ايه يا شريف. لا مش صح بقى على فكرة، مش صح اللي انت بتقوله. هو بيقول ايه؟ بيقول انتوا عايزين زيني تعملها بالابيض، قولوا لها تعملها بالبني بقى كده. ده انا بالعكس انا بسمع الكلام جدا على فكرة، جدا، وسمعت كلامه اول ما قال لي اعمليها بالابيض، سمعت كلامه على طول. انتوا ايه رايكم؟ مش احلى كده لو هي كده فتحتها عشان تبقى ورود كده واضحه على بعضها ولا ايه؟ انا ممكن اعمل حركه على فكره، بس هو لو كفى معايا بقى، لو كفى معايا نحط في الحتت دي. هوريكوا قصدي ايه، نحط كده. اوبا شكلها هيطلع جامد على فكره، شكلها كده. شكلها يطلع حلو ان شاء الله. طب ليه كده؟ طيب مين؟ طيب معانا فاطمة. الو، ازيك يا فاطمة؟ ازيك يا سالي حبيبتي، عاملة ايه؟ اهلا يا حبيبتي، ازيك؟ تمام الحمد لله، قاعديني من بدري والله مستنياكي. والله ما اعرفش كده. ولا يهمك يا حبيبتي، ما شاء الله عليكي زي القمر. الله يخليكي، ربنا يحميكي يا رب. تسلمي ايديكي على اللي انت عاملاه. تسلمي لي يا حبيبتي، اتفضلي. تسلم ايديكي، الله يخليكي. من فضلك بس عايزه اقول حاجه، كنت عايزه جوزي عنده اليوريك اسيد عالي، وكنت عايزه اسال بس على الاكلات اللي ينفع ياكلها. طيب حاضر حاضر، انت بس اهم حاجه روحتي بيه الدكتور. بس عايزه اتكلمك الصغننه. طبعا. والنسبه عاليه. طب بس روحتي للدكتور؟ قال لك أيوة لازم الدكتور برضو هو اللي يقول لك ياكل ايه في سنه. تاني. اهلا، تعالي يا حبيبي. تعالي انا معاك اهو. تعالي انت، تعالى. طيب لا تعالي، تعالي انا مستنياك هنا. لا تعالي، لا تعالى انت. انا سلمى. انت ايه؟ انا سلمى. انت سلمى يا حبيبتي، حبيبتي منوراني يا سلمى، منوراني. ايه رايك في اللي بعمله ده؟ حلو؟ جميل جميل يا حبيبتي، انت اللي جميله.
منوراني يا حبيبتي. طيب حاضر يا شريف. طيب انا خلصت هنا كده. وطبعا بالنسبه لليوريك اسيد طبعا لازم تتابعي مع الدكتور وتعرفي عشان السن بس لازم، مهم جدا جدا. وان شاء الله ان شاء الله باذن الله نعمل حلقه اتكلم فيها اكتر في التفاصيل ديت. طبعا احنا عارفين مهم جدا ان احنا نقلل اللحوم جامد جدا والكلام ده كله، لكن والخضار اكتر والفواكه اكتر، لكن زي ما بقول مهم جدا متابعه مع الدكتور علشان يبقى الموضوع برضو سليم. طيب هنعيد مع بعض عملنا ايه. احنا عملنا مع بعض السويس رول، عملنا واحده كامله مع بعض هنا في الحلقه اللي هي اللي الكاميرا جايباها دلوقتي. الحمد لله شكلها حلو، الحمد لله يا رب يكون عاجبكم، ده اهم حاجه عندي. وعملنا مع بعض اللي هي اللي حشيناها اول واحده دي، حشيناها بالشوكولاته سبريد وخلطنا فيها الكريمه. بتمنى الشكلين يكونوا عاجبينكم. واشوفكم ان شاء الله يا رب بكره في حلقه جديده على الهوا ان شاء الله باذن الله. هنعمل برضو حاجات لذيذه. اشوفكم على خير بكره ان شاء الله ساعه في ميعادنا. الاعاده ان شاء الله النهارده 8 بالليل و8 الصبح. يلا باي باي. Thank you.